عاشوا حياة ولا الملوك؟ قصة حمارين مصريين حياتهم اتغيرت في يوم وليلة، سافروا أوروبا وقعدوا في قصورها، مش هتصدق اتباعوا كام. أشهر حمارين في مصر، حمار سقارة خد إقامة سويسرا، وتاني عاش مع ملك بريطانيا ومش هتصدق سافروا ليه، وإزاي معاهم باسبور أجنبي. أشهر حمارين في مصر، حمار سقارة سافر سويسرا بين يوم وليلة، خد الإقامة والفيزا وعاش هناك عيشة ملوك، مش هتصدق صاحبه أصلاً باعه كام. واللي حصل مع حمار الصعيد محدش يتوقعه، يعني سحرت أميرة إنجليزية وخدته معاها قصرها. شوف الفيديو ده وهتعرف ليه الحمارين دول بقوا مشهورين. نفسك تروح لأوروبا وحاسس الموضوع صعب؟ طب ادعي ربنا بقى يكون حظك زي حظ الحمارين اللي هنحكي لك عنهم في الفيديو ده. فجأة وفي يوم وليلة سافروا لأوروبا وعاشوا فوق سورها. أولهم حمار سقارة أو الحمار المحظوظ زي ما سموه الناس على السوشيال ميديا. الحكاية بدأت لما سياح من سويسرا كانوا بيزوروا الأهرامات وبالصدفة شافوا راجل مصري سايق عربية كارلو بيجرها حمار. مشهد عادي جدا بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لهم ما كانش عادي خالص، خصوصا إنهم شافوا صاحب الكارلو أو العربجي وهو بيعامل الحمار معاملة وحشة، وده باين على الحمار اللي هلكان من كتر تعب، وشافوا إنه حيوان بريء وما يستاهلش منه كده، فدخلوا في خناقة مع العربجي. السياح اتعاطفوا مع الحمار وطلبوا من العربجي انهم يشتروا منه الحمار مقابل 800 يورو. طبعا الراجل ما كانش فاهم حاجه، واضطر واحد من المتواجدين في المنطقه يترجم ليه كلامهم. المهم الراجل وافق على البيع في الاول، بس بعد شويه رجع في كلامه وساهم السياح انهم يرفعوا السعر شويه، وفعلا وافقوا وزودوا المبلغ 500 يورو، يعني كده وافق على البيعه بسعر 1300 يورو، ودول يعملوا حوالي 70000 جنيه مصري. واخدوا الحمار لواحده من مستشفيات البيطريه علشان يعالجوه الاول، ولما شم نفسه طمنوا عليه بدأوا يجهزوا أوراق سفره لسويسرا. طبعا الواقعة أثارت فضول وظهور رواد مواقع تواصل، وفي منهم اللي تمنوا يكونوا مكان الحمار ويسافروا يشتغلوا وياخدوا إقامة في سويسرا. والأغرب إن صاحب الحمار طلب من السياح يساعدوه يسافر معاهم ويشتغل في سويسرا هو كمان، بس هم رفضوا طلبه وقالوا له إنه لو راح سويسرا هيواجه هناك تهمة المعاملة الغير أدمية للحمار وهيتحبس كمان. ولو فاكر إن ده الحمار الوحيد اللي محظوظ في مصر تبقى غلطان، وده لأنه زمان وتحديدا يعني في العشرينيات كان في واقعة مشابهة وانتشرت باسم حمار الصعيد. كان في حمار من الصعيد حظه حلو جدا، الحمار ده كان شكله مختلف شوية، لونه حلو وعينيه كبيرة وواسعة. وفي يوم من الأيام الأميرة ماري بنت ملك إنجلترا جت تزور مصر، وبالصدفة شافت الحمار ده وأعجبت بيه جدا، وقررت إنها تشتريه وتاخده معاه إنجلترا هدية لأولادها. يعني الحمار سافر إنجلترا وساب مصر؟ آه يا سيدي، الحمار سافر إنجلترا وعاش في قصر ملكي. تخيلوا الحمار المصري لما راح بياكل عشب إنجليزي وبيسرح في الحدائق الملكية. وقتها عملوا للحمار أوراق سفر وجابوا ليه صندوق كبير يسافر فيه. الحمار سافر سفرية طويلة من مصر لإنجلترا ووصل للقصر الملكي الجديد، وبدأ ولاد الأميرة يلعبوا معاه كل يوم. طبعا القصة دي انتشرت في كل مصر والناس كلها كانت بتتكلم عنها، والصحافة والمجلات نشرت قصته، خصوصا إن الحمار ده حظه كان من السماء. ما هو مش حاجة عادية إن بين يوم وليلة يروح إنجلترا ويعيش في قصر ملكي، وبقوا بيعملوا قصة الحمار دي على شكل حكايات وأغاني للأطفال. أنت بقى شايف إن حظك ممكن يبقى زي حظ أي حمار في دول في يوم من الأيام؟